تحرك استطلاعي بدأه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمعرفة آراء شريكي التأليف، فعقب لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري في بكركي، توجه الراعي إلى قصر بعبدة للوقوف على وجهة نظر الرئيس ميشيل عون في العقد التي تعتري تأليف الحكومة، فدعاه إلى قداس الميلاد، كما نقل أوجاع الناس وخطر تفاقم الأزمات التي تحتم تأليف حكومة من الاختصاصيين سريعاً، قاطعا الطريق على أي ثلث معطل ونائيا بنفسه عن الدخول في الأسماء وتوزيع الحقائب. أنا ما لمست، أقله بحديثي مع الرئيس، ما لمست أنه متمسك بالثلث المعطل، خاصة وأنه ولا نحن منريده، لأنه نحن في اتفاق ورأي عام بيقول اليوم الحكومة اللي بدها تجي مش حكومة سياسية ولا حكومة حزبية، هيدي حكومة من اختصاصيين مش مرتبطين بأي حزب. لو كانت ساعتها بنسميها حكومة سياسية بصير ينحكى بالثلث المعطل شمال ويمين، عندما ننهوه كمبدأ الثلث المعطل لا موجود بالطائف ولا بالدستور. هيدا دخل هيك دخيل أصلا بإله لزوم بنظري. بس أنا هلا مثل ما هي عم بشكل الحكومة إنها تكون من مستقلين من تقنيين ما لهم علاقة بالأحزاب، أنا ما لمست على الإطلاق بحديثي إنه فخامة الرئيس متمسك بالثلث المعطل. بعدنا عم بتبادلوا بين بعض الأسماء، أنا شخصياً ما بعرفهم الأشخاص ولا إلي دور أيم، مش شغلي أيم، أنا بحترم حدودي كمان تقييمهم وإسناد الحقائب لكل واحد منهم تتكون فعلاً حكومة اختصاصيين كل واحد بمكانه، وهذا صار شغل فخامة الرئيس والرئيس المكلف. وفق مصادر المجتمعين، وضع البطريرك الرئيس عون في جو لقائه الحريري متمنيا عليه استئناف التواصل مع الرئيس المكلف، فأبدى عون استعداده لهذا الأمر قائلا: لا مشكلة مع الحريري ويمكننا التواصل في أي لحظة، ووضعه كذلك في أجواء الصياغ الحكومية، وأكد عون أن هدفه تأليف حكومة منتجة وفاعلة في استطاعتها مواجهة المخاطر والأمور الراهنة داخليا وإقليميا. استمع الراعي إلى شرح عون الكامل بخصوص وحدة المعايير، وأوضح رئيس الجمهورية كل النقاط الملتبسة على البطريرك، فختم الراعي بالقول: إذا مطلوب مني شيء أنا حاضر. يعني ما فينا نبقى نحن على حكومة تصريف أعمال، إنه مهما كانت الأسباب مهما كانت الظروف من الضروري يصير في هذا التفاهم النهائي بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية وفقا للدستور. مصادر متابعة للملف الحكومي أكدت أن الاتصالات لم تتوقف، وأن هناك جهات دخلت على الخط من سعات الخير، حيث لا جمود مطلقا في الموضوع الحكومي، فبعض الاتصالات داخلية وبعضها خارجية، ومن سعات الخير اللواء عباس إبراهيم والنائب جان عبيد الذي التقى الرئيس عون صباحا في قصر بعبدة.